السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج في بيتنا الثاني. مثل ما تعودنا نحن وياكم وبكل حلقة نتعرف على موضوع عن طريق بعض الكلمات أو الإشارات اللي بتكون موجودة على اللوح، منجرب نربط بيناتها لتوصلنا لعنوان الحلقة. مثل ما شايفين عنا اليوم كلمة جامد، عنا الشارع، النهر، الغابة، مقاعد الدراسة والمناهج التربوية. الشارع بلا صخب الناس يتحول إلى جامد، ومع أصوات من باع وغيرها يعزف موسيقى. كذلك النهر في حال كان متجمداً أيضاً يكون جامد، والمشهد يكون غير لطيف وغير محبب، مع جريانه يعزف لنا أجمل الألحان. أيضاً الغابة من دون زقزقة العصافير وحركة الحيوانات فيها، وكذلك حفيف الأشجار واحتكاكها بالرياح، كلها تولد لنا موسيقى عذبة. إذا ما رحنا لمقاعد الدراسة بدون طلاب وصخب كمان رح تتحول إلى جماد. المناهج التربوية من دون ما يكون فيها مناهج منكهة وفنية كمان رح تتحول إلى مناهج جامدة. وبما أنه تطرقنا للحديث عن الموسيقى، شو في أجمل من أنه يتخلل المناهج الفنية أو المناهج التربوية مادة الموسيقى التي تولد الفرح والبهجة. عن هذا الموضوع رح يكون حديثنا لليوم في حلقة تحت عنوان عنا حصة موسيقى. وهذه الحلقة سنناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، المايسترو الأستاذ محمد ترمس، وكذلك ستشاركنا في هذه الحلقة المعالجة النفسية الأستاذة رولا عز الدين. رافقونا أستاذة رولا عز الدين وأيضا أستاذ محمد ترمس، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بحضوركم ومشاركتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج في بيتنا الثاني. بداية رح أبدأ معك أستاذة رولا عن أهمية حضور حصة الموسيقى، لأنه نحن بنعرف مش كل المدارس تعتمد هذه الحصة. ويمكن تعتبرها أكسسوار أو زوائد على المنهاج، أو تستبدل حصص فنية أخرى بحصة الموسيقى تحديدا. قبل ما ندخل على القضايا العلاجية وتفاصيل، بشكل عام حضور حصة الموسيقى في الصف ماذا يعني؟ بداية هي من أجمل الحصص اللي أنا بقول ممكن تكون عم بيعيشها الولد بالمدرسة. هلأ إذا بنسأله للولد أيهما الحصص الأحب على قلبك، بيقول لك رياضة، موسيقى، أو الألعاب، أو الأنشطة اللي خارج الله صفيها. فالموسيقى يعني هي من الأهميات الكبرى اللي لازم يولوها بالمدارس، أهمية بالأحرى. لازم يكون إلها برمجة خاصة، لازم يكون إلها علامات خاصة، لازم يكون إلها حضور حتى بكامل الآلات، الأشخاص. عن جد، لأنه جداً مهمة على كثير من الأصعدة، هلأ منفوت بنطرق لهم بعدين، بس هي كثير مهمة. أول شيء لأنه إلها علاقة بسلوكيات الولد، إله علاقة بدماغه، إله علاقة بالتحفيز تبعه، فهي عن جد مهمة. مؤسف إذا نحن ما بنكون مولينا هذه الأهمية، مؤسف إذا ما بنكون عاملينها علامة مكملة لعلاماته. هلا رح نحكي إذا مع العلامة أم ضد العلامة، وكما رح نحكي جداً عن جد مهم. أستاذ محمد، حضرتك لما بتدخل على الحصة قدي بتحس الشغف موجود عند الطلاب، وقدي انتظارهم ولهفتهم لهذه الحصة؟ حصة الموسيقى مجرد ما يعرفوا الطلاب أنه لح تبلش، صدقا من الصباح من أول ما بكون في الاستفاف بتلاقي الطلاب عم بينادوا تاني حصة عنا يا أستاذ، تالت حصة عنا يا أستاذ. الشغف موجود بشكل رائع، لأنه نتعامل بتعليم الموسيقى بمرح. ما بناخدها بجفاء، نعطيهم إياه بمرح. كل إنسان حسب عمره مننزل لعمره لمستوى تفكيره، ومنعطيه وبيتقبل وبيعطيني النتيجة اللي أنا بدي إياها، ولكن بالرغبة اللي هو بده يحصل عليها. تفريغ نفسي. جميل، جميل جدا. نعم. طيب هون كمان ما في عندكم عتب أستاذ محمد على المناهج يمكن المدرسية التي تستبعد هذه الحصة، يمكن عتب على الدولة التي لا تفرضها أو تجعلها من المواد الأساسية، لا تجعلها من المواد الأساسية؟ هو الدولة حاليا طالبة عدد كبير من مدرسين الموسيقى. طيب. ولكن للأسف مش كل مين دق موسيقى هو أستاذ. التربية والتعليم شيء، والعزف شيء تاني. أن يملك القدرة يعزف ويربي ويعلم ويوصل رسالة هادفة تربوية توصل الطفل لهدف معين من خلال منهاج صالح سليم لأهداف تعلمه الوطنية، محبة العقيدة، الأهل، المدرسة،
هيدا كله من الصعب انه يجتمع ضمن انه العازف بده يكون في له اختصاص. نعم. البعض لا يمتلك الاختصاص يدخل للتعليم، بنفوت هون بالحيط المشاكل بين الاداره والاستاذ. نعم. السبب انه ما في القدره الكافيه من الاساتذه اللي فايتين قادرين يعلموا. في موسيقيين قد ما بدك، بس كتعليم مش الكل قادر يعلم، والتعليم شغله صعبه. وهذا ينطبق على الكثير من المواد استاذه رولا. يعني بنلاقي الاستاذ يدخل الى الصف احيانا يتجرد من كل شيء فقط بما يتمتع به من معلومات حول هذه القصة. صحيح صحيح. للاسف نحن طريقه التعليم عندنا تلقينيه وليست لا صوريه ولا حتى ماتيريال. يعني دائما نحن بنقول بلشوا نوعوا بالتعليم، طرائق التعليم يجب ان نعم. من زمان بنحكي، يعني هذه مانا جديده. يعني حتى انتم ليكوا اليوم الحلو اللي عاملينه انتم بالديكور، الالوان مشتغلين فيه هون، الوسائل الايضاح كانت مختلفه. فمن هيك ما يفوت الاستاذ حامل بجعبته دفتر وقلمه واللوح بس، لا روح جيب معك وسائل. هيدا بينشط الولد اكثر، بحببه اكثر بانه انا عن جد يتلقى المعلومه بالماده، يحفظها اكثر، يحبها. مش بس انه ما يحب الاستاذ، حتى يحبها. هيدي هي الاهداف، انه أن يكون في عندك اكثر من وسيله تفوتها معك بشنطك على الصف. بطبيعه الحال نحن رح نبدا نحن وياكم مع اولى فقراتنا والتي تحملها او يحملها المغلف الزهري، ونشوف شو مخبي لنا معه من فقرات. عنا مقبول مش مقبول. وفي قدامكم بطاقات استاذ محمد واستاذه رولا، من جهه تحمل مقبول ومن جهه مش مقبول. رح نبدا بطرح الاسئله، وبدي حضرتكم تجاوبوا عن طريق البطاقه ونفسر اكيد ليش. اول نقطه، مقبول ولا مش مقبول وجود مدارس حتى يومنا هذا ما عندها حصه موسيقى؟ مش مقبول، بغض النظر عن الشيء اللي حكيناه انه قد يكون احيانا الوضع الاقتصادي الذي يفرض ثقله على المدارس والدوله وما شابه. انا رح اروح لحكمه قال احد الحكماء، اذا فقد الفن من المجتمع فقدت الحضاره والثقافه. حلو كثير، بكتفي له. انا بقول دائما انه بابسط الوسائل فيك تعلم الموسيقى للولد. اوكي ما في الات، جيب السي دي وحطيه، خلي الولد يسمع، خلي أذنه تتعود على أنه عن جد في موسيقى. شو هيدا؟ ذواقة، تتحول إلى ذواقة. نعم. بأبسط الوسائل فينا، يعني ما دايما نقول نحن ما في إمكانيات مادية لحتى نجيب، فيك تجيبيها بكل سهولة. هلا بكل بالأماكن صار في متناول أيدينا وسائل رخيصة، يعني أقلها نعلم المبادئ الصغيرة لحتى ما نقول نحن أنوالا ما قادرين نجيب أستاذ وتكلفة أستاذ. مبادئ صغيرة نحطها بقلب المدارس. يعني هون يعني شرط، مش شرط الجودة بهذا. ومنرجع للشيء اللي تفضل فيه بداية الأستاذ محمد، الشرط أن يكون بالمعلم نفسه. نعم. وحيازته على النكهة التربوية. صحيح. قبل النكهة النكهة الفنية. صحيح. طيب ننتقل للنقطة الثانية كمان أستاذ رولا وأستاذ محمد، مقبول ولا مش مقبول استعارة حصة الموسيقى لصالح حصة أخرى من رياضيات او انجليزي؟ اكيد مش مقبول. ابدا مش مقبول، ولكن أبداً. بتصير. خلينا نقول انه بالعديد من المدارس، بالعديد بس عندنا. نعم. مدارسنا ما صارت. نعم. لانه بحطوا مين مدارسنا؟ خليني اعرف بس. دول مدارس المبرات عم بحكي انا. ما صارت او درس بمدارس ثانيه، يعني مدارس المسار. نعم. ما صارت لانه بحطوا رقم واحد حصه الموسيقى، ما حدا بيقرب صوبها، هيدي مقدسة عندهم، ممنوع حدا يشيلها أو ياخد محلها أو مثلا عبي عن هيدي، مش مسموح بالمرة فيها. حصة حصة بنلتزم فيها وبيلتزموا فيها. نعم جميل جدا. وهيدي المشكلة بنشوفها نحن بالعديد من المدارس أستاذة رولا، وليس فقط بحصة الموسيقى، رياضة كمان، بحصة الرياضة. يعني أي حصة فيها متنفس للطالب بياخدوها لصالح حصة. نعم. بيعتبروها أنها من الأساسيات وهي المقدسة عند الأهل أحيانا ولا كثر التعليم. الإشكالية أنه نحن ما عم ننظر لقدرات الولد الثاني، دايما عم نشوفه أكاديميا، علامة، مستوى، ما عم نشوف المهارات الثانيه للاسف. ما بعرف ليه، وكانه الولد بس لازم يجيب يعمل امتحان ويجيب علامه وياخذ شهاده بس. وانتم لاحظوا حتى يمكن نفس العلامه بياخذوا بالموسيقى وبالرياضيات وبالرياضه. لا لا, 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 لا بكون اوطى. ما بعرف ليش، يعني بكتير. مع انه عن جد قد يكون الولد عم يعمل مهارات، عم يتكلف على استاذ، عم يتكلف على ماتريال، وحتى يعني أقل. يعني حتى من قال انه ماده الموسيقى سهل انها تلتقط؟ يعني الولد اللي عم يبذل مجهود لحتى يجيب هذه العلامه او هذه القدره اللي عنده من المستوى العالي، او هلا بعد شوي رح نحكي عن هذا، مين قال انه هي تقل اهميه من عن ولد قدر يحصل ماده الرياضيات او ماده اخرى؟ اكيد. نعم. طيب رح نتابع كمان مع نقطة أخرى، مقبول أو مش مقبول بلقاءات الأهل العامة المرور من جانب غرفة أستاذ الموسيقى دون الدخول إليها والاستفسار عن حال ولدهم بالمادة؟ بتصير. مش مقبول. مش مقبول أكيد. والسبب أنا عادة لما بكون في لقاء أهل
الحمد لله أنه في الأهل عارفين قيمة المادة. بيدخلوا أول سؤال، ابني كيف مستواه؟ عنده صوت حلو؟ عقالي بلش يعزف؟ يا ريت بتصورنا إياه وبتبعث لنا الصورة. كتير مهتمين الأهل، بشكر الله أنه الحمد لله لا صار في اهتمام من الأهل لمادة الموسيقى أو الفنون أو المسرح، المواد الأدائية، أنه عم يسألوا ابنه صار، لأنه بيعرفوا قديش هيدي بتشتغل على شخصيته. والفرح اللي عم بيروح فيه على البيت لما بيقول لهم عمل استاذ الموسيقى هيك، سوينا بحصة الموسيقى هيك، لعبنا بالموسيقى هيك، قديش عم بيكون هيدا عم بيأثر على جوه، قد عم يعطي طاقة إيجابية، يعني عم يتلمسوا الأهل، عم توصلهم الرسائل طبعا والانعكاسات. إذا نحن عم يجوا بيسألوا، يعني أنا عجب الله كتير عجبتني هالمسألة، إنه أنا عم بفوتوا بيسألوا مع حصة الموسيقى قديش كيف ومستوى أولادنا. كتير جميل هيدا، يعني هذا عن جد مفيد للأهل إنه صاروا كتير مولين أهمية لهيدا الموضوع. بس نحن نؤسف إنه نحن ما بنشوفه إلا مثل ما تفضل المايسترو إنه ببعض المدارس. ليه؟ يمكن المدارس اللي عندها احتياجات خاصة، أو يمكن تولي المدرسة أهمية من خلال الفنون، بس للأسف بباقي المدارس مؤسف ما عم نشوفها. منروح لآخر نقطة بفقرة مقبول أو مش مقبول. ببلد مثل لبنان مقبول أو مش مقبول إنه نسمع عبارة يا بابا أو يا ماما الفن ما بيطعم خبز؟ أكيد مش مقبول. أكيد. بس هو الفن بيطعم خبز؟ الفن بيطعم خبز إذا عرفت توجهي تشتغلي فيه برسالة بحقيقة بإخلاص. كتار بيطلبوك اتفضلي لعنا، للأسف أنا بقول لهم ما عندي وقت للكل. أنا موزع وقت الحمد لله، ما شاء الله ما عندي وقت للكل. السبب شهادتي ودراستي. طيب أدائي مع الطلاب، احترامي مع الأهل والإدارات، متابعتي للتطوير العلمي سنة بعد سنة، شو في برامج جديدة عم تنزل، بروح بدرسها وبيجي، مش بقول أنا أخذت الشهادة وقعدت، لا، بتابع 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 بتابع. طيب بوصل لهيدي النتيجة بتخلي الكل يقولوا أنه لا، لازم نتعلم موسيقى. حلو كتير، يعني استثماره على الجانب الحياتي أوكي كتير شيء حلو، ولكن أستاذة رولا يغيب، يعني دايما بدنا الشيء الملموس، الشيء المادي، حتى نظرة الأهل دايما للشيء المادي، مع العلم أنه شفنا يمكن فنانين كبار ما كانوا يمكن وضعهم الاقتصادي في رفاه مادي، ولكن كان في رفاه روحي، كان في سعادة عندهم وبحياتهم. يعني يذكر إذا جينا لنقرأ سيرتهم نلاحظ قديش هني كانوا سعداء بما قدموا. صحيح. في نوعين، في نوع الأهل متواعيين وفهمانين وعارفين لوين بيودوا أولادهم، وفي أهل معارضين والأولاد بيعارضوهم وبروحوا لهذا المسار، وبعدين بيكتشفوا الأهل أنه ليك المسار اللي اتبعوه أولادنا كان معه حق فيه من الأساس وكان لازم نشجعه. فهذا المسار له تبعات، صح؟ نعم نقول لا، يمكن الإمكانيات المادية بتلعب دور، يمكن تفضل المايسترو قال أنه أحياناً لأنه الأهل ما عندنا هذه الثقافة حول موضوع الاتجاه إلى الفنون، بنقول هذه شيء سنوي بالحياة، لا ما لازم نولي أهمية. لا، والشعراء، الأدباء، الكاتبين، الرسامين، السباحين، بس بدي شغلة صادفتني أنا من فترة شي سنة. تفضل. إحدى الأمهات ابنها بصف البكالوريا قسم ثاني عنده امتحان رسمي، مدري كيف عم تحدث معي على التلفون إنه ابنها معلق بالموسيقى وكذا، بس ما بده إياه يتوجه موسيقى. قلت لها شو السبب؟ اللي بتقلي يعني يطلع لي موسيقار آخر شيء. قلت لها عفوا بعتذر، كفي المكالمة معك. وسكرت لها. صحيح. لما بتشوفني بالمدرسة تاني أسبوع بتعتذر مني، بتقلي أنا ما قصدت. قلت لها شو؟ قالت لي إنه أنا يعني بدي يطلع دكتور أو شيء. قلت لها يكفي دراسته دكتوراه ويقدر يعمل اختصاص موسيقى، واثنينهم بينفع بعض. دكتور نداء أبو مراد دكتور بمجال تاني وعمل دكتوراه بالموسيقى. صحيح. وين الغلط هون؟ نعم. قادر الإنسان يتخصص اختصاصين ويبدع بواحد منهم ويعطي اللي هو بحبه. وأنا بقول إذا الأستاذ حب عمله بيبدع وبينجح فيه. وهذا الصورة اللي لازم ننقلها لطلابنا أو لأهالي أهالي طلابنا قبل، إنه ابنك ما رح يبدع إلا بالمجال الذي يهواه، بيحبه اللي بيعشقه. نعم. وما نفرض نحن عليه لا. أشياء أخرى كمان من الأشياء الجميلة يمكن ببعض المدارس أستاذة رولا وأستاذ محمد، بعض المدارس تفتتح نهارها بالموسيقى، يعني يبدأ استقبال الطلاب بموسيقى حتى في البعض بفترة الامتحانات. هون انعكاسات ذلك النفسية والراحة التي تولدها من حكم اختصاصك كمان كمعالجة. فلا هو يا ريت كل المدارس بتعمل هيك عن جد، يعني صح بيبتدئوا بالنشيط الوطني وما بيكملوا للآخر، لأنه ما بيعمل هو مع أنه له تأثير جدا على
على سلوكنا وهويته للإنسان الوطنية وحب الوطن. هو محفز بحد ذاته، هو محفز، هو أول محفز بيعمل الواحد صبر. أوكي كملوا بالموسيقى خلال الوقت، ولازم تتنوع الموسيقى ما بين فترة الصبح وفترة بعد الظهر. هلأ ما بعرف إذا معنا وقت نحكي فيهم ليش. فترة الصبح قديش بيكون، كيف بيكون رايق، بدو منشط، بده هيك شوية ريلاكس بالبداية، بعدين بده منشط لأنه فترة بعد الظهر بيخمد الجسم. فهو كتير مهم إنه هيدول الموسيقى، يمكن بالملعب بلا ما نسمع ضجة بعضنا، يمكن بالكاريدور، يمكن بغرفة الصف الصغيرة، يمكن بغرفة الاجتماعات، يمكن بغرفة العقاب حتى مع اللي بيقولوا أحيانا إحنا نحط الأولاد فيها. كتير مهم أن ننتبه، مش بس نحط موسيقى، شو نوع الموسيقى اللي نحطها. يعني مش بس أنا محب أسمع موسيقى، بدي أعرف أي موسيقى أنا بدي أحط له لحتى أعمل بكون عم بعطي الحل المناسب أو الجو المناسب. رح نحكي نحن بحديثنا إن شاء الله حتى عن نوع الموسيقى وتأثيرها ما بين موسيقى صاخبة وموسيقى هادئة وتأثير الاثنين على الطالب. فكرة إدخال حصة الموسيقى أستاذ محمد، أمتى بلشنا نشهد هذه النهضة إذا بدنا نحكي بشكل عام وبتحديدا بلبنان؟ بشكل عام او بشكل قوي، هلا بلبنان موجوده في بعض المناطق كانت سابقا. نعم، نحن بدنا نحكي بمجتمعنا، بمجتمعنا ببيئتنا تقريبا من 10 سنين ولهون صار عندهم انه حصه الموسيقى حصه اساسيه مثل اي ماده بقلب البرنامج، لحتى تكون مفروضه عليهم، مش انه حصة، لا حصة أساسية مثلها مثل غيرها. من 10 سنين يمكن لما شافوا إيجابياتها وتأثيرها الإيجابي على الطفل، على موهبته، على تنمية شخصيته، على طريقة النطق عنده أفضل، يكون إبراز طاقاته كلها، اكتشاف موهبته ليوصل لهدفه. فمن 10 سنين وجر تقريبا تقولي بشكل قوي برزت إنه الحصص الموسيقى بالمدارس عندنا بمجتمعنا. حلو كتير. طيب قديه كمان لازم يهتم الأستاذ، وهذا يكون من داخل تربويته إذا بدنا نقول من الشق التربوي، إنه ما يكون عم بيدخل المادة كمادة بحتة. يعني إذا الطفل يمكن ما قدر يلقط النوتة المعينة أو يمكن الإشارات اللي أنا ما بعرفهم صراحة، بس هن يعني بالأخير هي فيه جزء منها أكاديمي. خلينا نقول هون مشكلة الطلاب، بنرجع كمان لأنه للاختلافات، للذكاءات المتعددة، للرغبات والميول عن طالب أكثر من طالب. قدي مهم كمان هون وحتى بالشق النفسي أستاذة رولا، أنه مش يفرض الأستاذ فرض أنه يحسسه للتلميذ أنه والله هذا عبء إضافة. يعني بالوقت اللي هو يجب أن تكون هذه الحصة هي متنفس له، يصير لا بالنسبة له عبء، وهلأ أجت حافظ أو مش حافظ، هلأ بده يسمع لي الأستاذ أو ما بده يسمع لي. اليوم بطل في شيء اسمه بتعليم الموسيقى نكتب على الورقة والقلم وقول وراي. اليوم بأسلوبنا جديد ممكن نحط الدرس ضمن قصة. حلو. القصة الطلاب عم بيشاركوا فيها، ممكن نحط الدرس ضمن مقطوعة موسيقية الطلاب عم بيغنوا فيها. مثلا أنا لما بقول لهم يتألف المدرج الموسيقي بغني لهم، هي بصير يغنوا هني مع الإيقاع من 5 أسطر و4 فراغات، بيحدوا مرة وزقفوا مع مرة واثنين. بعض الأحيان بنلعبها بشكل لعبة، بدي أعلمهم الدوري مي فا سول لا سي دو، بطلع مجموعة الدوري مي فا هني كأشخاص، بسمي كل واحد باسمه، بيطلعوا على المسرح، كل مين بيذكر اسمه لازم يقعد او يزقف او يعمل حركه حفظ النقاط. ذكرنا كيف كنا قديش ولا تذكر هالطريقه اللي كنا. الرموز اللي عم تتفضلي حالنا، الرموز الموسيقيه كمان إلها تسميه، كمان بطريقتها منغنيها مغنات وبزقفوا معها بتلاقيها خلصت قواعد الموسيقى عندهم بشكل محبب، وعم يضحكوا وعم يلعبوا انتبه ومبسوطين، ما في ملل. تخلص الحصة بقولوا يا الله يا ريت بعدها، وبكون وصل الهدف اللي أنا بدي إياه بأسلوبي أنا برغبتهم هن. حلو كتير. لكن هذه الثقافة بتبلش من الروضات. ما أنت إذا بتشوفي شو بيعملوا بالروضات، موسيقى، رقص، أغاني، يعني الأذن عنده بلشت تسمع الموسيقى بطريقه كتير حلوه. هلا هونيك ببلش المسار يختلف بالاتجاهات، قديش الواحد حابب ينمي هيدي المهاره عنده قد لا. لما بيطلع على المستويات الاخرى الاساسي واللي بيكمله، بتشوفي قديش حصه الموسيقى عم تلعب دور ايجابي بشخصيته. من وين؟ من لما بتشوف من انت وصغير، هو صغير بالروضه الثالثه يحدد المسار. يعني احنا دائما بنقول للاستاذ انت حدد، ساعدنا بتنميه هيدي المهاره او بتصويرها بالاحرى، هل هيدا قادر يكمل بهذا المسار ولا لا. هيدا النقطه رح نحكيها هلا بفقرتنا الثانيه والتي يحتويها المغلف الازرق
صحح العبارة. نبدأ بأول نقطة بهذه الفقرة. من الخطأ أن نقول الكلمة أقوى من اللحن، والصواب أن نقول أنا بالنسبة لي كمؤلف موسيقي لما بدي لحن كلمة بجتمع مع الشاعر، قديش كلمته قوية قدي بعطيه اللحن قوي. ما بقول أنا اللي بسويت لحن وكتب لي كلمات عليه، الكلمة هي عصارتها اللحن. وأنا بوافق معه. نعم، ما في يقول الكلمة أقوى من اللحن أو اللحن أقوى من الكلمة، يعني يكملان بعضهم البعض. نعم. فينا نقول لأنه الموضوع واحد وعصارة الكلمة اللحن. لأنه دايما نشهد هذا الصراع أستاذة رولا، البعض يعني الكتاب يعتبرون أن الكلمة هي الأقوى مصدر القوة في العمل، الملحنين بيعتبروا أنه لا، اللحن هو مصدر القوة في أي عمل. أنا كنت مفكرة هيك، أنه دايما بتحطي الكلمات وبعدين بتروحي بتألف اللحن، وما زلت أعتقد. نعم. هذا مظبوط، هذا صحيح، هذا صح. أوكي، إذا كان ما أخطأ دايما بقول انه انا ما فيك تعملي لحن بدون كلام وتسقطي عليه الكلمات. اكيد هذا بعتبره غلط انا كمؤلف موسيقي، والسبب انه انا كيف بدي اخلق جو الكلمه اللي كتبها الشاعر. انا لما بدي اكتب، انا ضد فكره انه الشاعر يكون قاعد بمكانه يبعث لي الشعر ويقول لي اشتغله. بدي اجتمع انا وياه، بدك تعيش انت ويا نفس الروح، بدي اقرا احساسه روحه. لان الشيد القديمه ليش بعدها خالده حتى الان؟ لان كنا نجتمع مع الشعراء، واذا في شيء كلمه ما يعني بعض احيان باللحن بتقول له هالكلمه مراكبه معي ببدلها، فهون بتعطي النتيجه الصحيحه. حلو، بيمشوا مع بعض الكلمه واللحن وبيعطوا عمل جميل ورائع بالاضافه الى الصوت بالاهميه. حلو كثير. طيب صحح كمان العباره بعدنا بهذه الفقره. من الخطا ان تقيم التلميذ موسيقيا بالاعتماد على مواد الحفظ، والصواب ان نقول بدي اشوف اداؤه الكامل. مزبوط. من نتيجه عزف، صوت، فكر، ترجمة نوطة، هيدا بجمعهم كلهم بعطي النتيجة عليه. على أكتر شيء شو بتركزوا؟ على الصوت؟ كله. لا لا يعني لا، كله كله الصوت. يعني أنا بهمني بس يقرأ النوطة، ترجم العزف، صوته ممكن يكون يملك صوت وممكن يكون ما يمتلك صوت، ولكن من خلال الأداء بعد شوي بيصير الصوت. ما في سيطرة واحد على الثاني. لا 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 لا، في شيء على طول أفضل من شيء، بس أنا بجمع هولي كلهم وبعطيه النتيجة وبقول له أنت نتيجتك الآن. ما بحكم عليه من شغلة واحدة. الحفظ أنا ما بحبه كتير. افهم. نعم. افهم واعطيني نتيجة. الحفظ ما بدي إياه. بصير مثله مثل أي مادة تانية، إذا عم نحكي مادة حفظية وقد عم نعاني فيهم مواد الحفظ. أكيد. اللي بنعتبرهم أساسا هني حشو. نحن فايتين لمادة ترفه عنا شوي، تخفف عنا تبعات وأعباء مواد الحفظ اللي عم تكون موجودة بالكثير من المناهج. رح نتابع معكم حوارنا، ولكن اسمحونا نتوقف نحن وياكم والمشاهدين مع فاصل. إذن مشاهدين الأعزاء نتوقف مع فاصل ثم نعود لنتابع حلقة لهذا الأسبوع. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في بيتنا الثاني، والحديث عن الموسيقى وتأثيراتها في العملية التربوية التعليمية. منتابع مع حضرتك أستاذ محمد المايسترو، الأستاذ محمد ترموس. عادة لما بنتحدث عن الموسيقى وآثارها على الروح والنفس عند التلميذ، أنا سألت أكثر من معالجة وقيل لي أنه في موسيقى معينة دندنة معروفة، يمكن هي شوي شعبية، خليني أقول أنه حتى تستخدم بالعلاج مع ذوي الحاجات الخاصة، بمجرد ما يسمعوا هذه النغمة أو يدندنوا لهم إياها بيرتاحوا. فهون عم نحكي نحن عن استخدامها بالشق العلاجي احيانا قد تكون، وميول الطلاب، واكيد هون يتم مراعاه اكيد المراحل العمريه. حضرتكم لما بتدخلوا على الحصه كيف بتقسموا؟ نحن بالاخير في عنا ذكاءات متعدده، وفي عنا ميول مثل ما قلنا، وفي عنا صفوف، يعني في عنا مراحل عمريه كمان. صح. ما الذي يستميل كل مرحله اذا بدنا نقول؟ شو هي العناصر اللي بتجذب الطالب وعلى اي اساس بتقسموها؟ نحن بنقسم المراحل العمريه حسب فكره، يعني عندنا الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة. كل حلقة إلها مستوى تفكير وعمر تقدر تستوعب هالنقطات. خلينا نقول الحلقة الأولى عادة بنشتغل معهم على المراحل الحب الوطن، التربية، التعليم، الأمور الحياتية اللي قدامنا على مبسطة، وبنعمل لهم أناشيد أغاني صغيرة عليها بيقدروا يحبوها، ومن خلالها بتأثر إيجابيا عليهم، وبتشوفيها حتى بالعزف مبسطة جدا بتكون. ما بنستعمل لهم كم كبير من النوتات لحتى يضيعوا، لا،
بشكل مبسط جدا. حلو. مثلا على سبيل المثال لنقول بالحلقة الأولى دخلت على الصف الأول عم بحكي لهم أنا إجا عيد الاستقلال، عم بحكي لهم عن الوطن ومحبة الوطن، خلينا نغني شيء عن الوطن. أنا بطلع نوتة من خمس أصابع، من خمس نوتات فقط. جبل أخضر أنا وطني اسمه لبنان. هاي نعتمدها للحلقة الأولى تربوية وطنية هادفة، نقطات خفيفة وصغيرة تعتمد على خمس نقطات، من السهل جدا بدرس الأول والثاني يكون عم يتطبق وعم يعمل. جميل جدا. هون أستاذة رولا، قدي كمان المفهوم قد يساعد في ترسيخ اللحن وأن يتحول الكلام إلى أنشوده؟ كتير حلو هذا اللي كنت عم أشير إليه أنا، أنه بالروضة بالحلقات يعني ما قبل التعليم الأساسي، أنه كتير منيح نبلش هالمفاهيم ندخلها عند أولاد لحتى نهذب الأذن عندهم، ننميها لنشوف قديش عندهم إمكانيات وقدرات يعيشوا اللي حضرت المايسترو تفضل فيه. هيدي من أنا بقول من الـ من الـ النوتات المحفزة، قديش يخزن تفتح الدماغ. ونحن كلنا بنعرف أنه بالموسيقى الدماغ بيرجع بيعمل إعادة بلورة، بفتح دماغه، بتنشط الذاكرة، بيستقبل المعلومة. وهذا أنا شوي تاني حأحكي فيه لما نتحدث عن العلاج. جدا جميل عن جد، أنا كتير عجبني قلت لك يمكن لأنه أنا تعلمت الموسيقى على كبر، بحبها بحسها بشغف بعيشها. كتير حلو أنه بكل المراحل ندخل هيدي المفاهيم عند الأولاد بكل المراحل. طيب لننتقل للمرحلة الحلقة الثانية، بيعتمد فيها عادة على التربية، على الأدب، على الأخلاق. بشكل أساسي لنقول حب المعلم، حب التعليم، قديش أنا قادر وجه تهذيب وأدب. هيدي فكرة حلوة. لنقول مثلا نشيد قم للمعلم وفيه التبجيلة. طيب قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى. قم للمعلم، قم للمعلم، قم للمعلم وفي التبجيلا، كاد المعلم، كاد المعلم، كاد المعلم أن يكون رسولا. جميل جدا. حلو. بالفعل يعني نحن ككبار تأثرنا حتى بالفكرة نفسها مع ترافقها مع اللحن، فما بالنا لما عم نتحدث عن الأطفال قدي رح تترسخ الفكرة وتتعمق بذاكرتهم وبقلبهم. يمكن إذا عم نحكي عن الأم، عن احترام الجد والجدة، مفاهيم عديدة نحتاجها في الأسرة وفي المجتمع. صحيح. طيب جميل. ننتقل إلى المرحلة الثالثة. بدي بلش شلون أعطيهم معلومات عامة عن الموسيقيين، موزار، بيتهوفن، تشايكوفسكي، باخ إلى آخره، بنقي لهم مقطوعة موسيقية. خلينا نقول مقطوعة باليوشكا كل العالم تعرفها، محببة وقريبة للقلب وسهلة، والطلاب مجرد ما يسمعوها صارت متعارفة وسطاً. قريبة للدين. أنا ما بنقي لهم شيء صعب لحتى يعملوا لي إعجاز، ما هو جاي يتعلم بشكل حب. صحيح. جاي يتعلم بشكل مرح، جاي ينبسط بالقصة. مش بدي نزل له شيء صعب وقول له احفظه، أنا ما بدي شيء صعب، جاي عجزه. بدي الشيء السهل يعطيني نتيجته، بعد ما يؤدي نتيجته ممكن يطور حاله أكثر. طيب رح فوت مثلا على مقطوعة باليوشكا سهلة كلنا بنعرفها يمكن. جميل جدا. رح نتحدث أكثر بعد قليل عن تأثيرات هذه الموسيقى وكيف تدخل بالعلاجات كمان أكثر مع الأستاذة رولا وكمان بتجربتك أستاذ محمد. بس خلونا هلأ نتوقف مع الفقرة التي يحملها المغلف
الأخضر وفقرة مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف شو رأي الناس بموضوع الموسيقى. لما سألناهم هل يعنيكم كأهل تضمن البرنامج المدرسي لحصة الموسيقى، وهل تهتمون حين بحثكم عن مدرسة لأولادكم عن السؤال عن وجود هذه المادة أم لا، ولنستمع كيف كانت الإجابات. طبعا قبل ما أذكر التعليقات بدي أذكر أن عديدة وبالفعل كان في تفاعل كبير مع الموضوع، بدنا نشكر كل اللي شاركوا، ولكن رح نختار فقط مجموعة نظرا لضيق الوقت. رح أبدأ بالزميلة جنان حسين، بتقول الموسيقى تهذب الروح وتحفز الإبداع والمخيلة لدى الطفل، أعتبرها أساسية وأتمنى أن تكون كذلك في المدارس كافة. آية عوضة بتقول الموسيقى عالم جميل وممتع، أنا مع حصة الموسيقى ولو بالأسبوع مرة، رغم أني بحبها كل يوم لو فواصل بين الحصص، تعطي طاقة إيجابية للطفل، يعني بحسها مثل جرعة نشاط للتلميذ. كوثر بتقول يعنيني وأحب أن يتعلم أولادي الموسيقى، ولكن لا أسأل عن الموضوع في المدرسة لأنها ليست من ضمن المعايير الأساسية التي أختار المدرسة على أساسها، خاصة أنها قابلة للتعلم خارج المنهاج المدرسي، مع العلم أن كلفة تعليم هذه الفنون مكلف جدا. هذه النقطة أكيد رح نسيرها بعد شوي كمان. فاطمة ناصر الدين بتقول يا ريت هالمادة بتكون موجودة بكل مدرسة، بس للأسف أغلب المدارس بتعتمد ساعة رياضة فقط. سارة مكي بتقول نعم، والدراما والرسم والكمبيوتر والروبو والتدبير المنزلي والصحة النفسية جدا يهمني. زينب رضا بتقول والله تلاميذ بينطروا حصة مناطرة لأني بخليهم يتنفسوا كل شيء أو ينفسوا كل شيء جواتهم. الأستاذة زينب مدرسة موسيقى. دعاء شمس بتقول أحلى حصة بتنمي عند الطفل مواهب فنية، لأن ممكن يكون عنده ميول وبتنفس عنه من ضغط الدرس. من بعد ما استمعنا لآراء الناس عن هذا الاستصراح، تعليقاتكم لو سمحتوا أستاذة رولا وأستاذ محمد. أوكي، أنا عجبتني يعني الصبية اللي قالت أنه هو شيء كتير حلو أن يكون ضمن المناهج المدرسية عن جد بكل المدارس، ويمكن هيدا الدولة لازم تصوب تبلش تصوب عليه، لأنه أكثر الأولاد اللي منحسهم شوية عندهم حركات زايدة ومستوى أكاديمي شوية منخفض عن المدارس الخاصة، لأنه في تنوع بهو طبعا. يكون ضمن الموسيقى. ثانيا الصبية اللي قالت عن المعايير وهذا نتيجته الكلفة العالية للأسف، يمكن مشكلة المدارس بتحط عندها داخل مدارسها منهاج الموسيقى، يمكن لأنه التكلفة شوية عالية. كمان سارة كتير حلو اللي قالت أنه بيلعب على الصحة النفسية، وهلأ شوي بنحكي فيه ليش قديش له تأثير إيجابي على صحتنا النفسية وتنفيس فعلا بكل الأحوال. هلأ أنا أضيف للي قلتي، في اللي قالت بين الحصة والحصة لو يكون في حصة موسيقى هيدا دليل أنه قديش بتشعر بالراحة النفسية عند الأطفال بالفعل. انه صراحة بعض هالضغط الدرس اللي بيكون من اي مادة صعبة وفي ضغط 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 عم نعبيهم معلومات، يكون في متنفس 5 دقائق نعم. بين الحصص يريحهم صراحة صحيح. يريحهم، والدليل انت بتشوف بسيطة الاستاذ من الصف او المعلم بتشوفي صار في ضجة عم بينفس، لما يكون في 5 دقائق بيناتهم شيء جميل يعني تنفيس جدا. راقي خلينا نقول كمان بيكون نعم. وهون بدي اسمح لنفسي ضيف استاذ محمد، من بعد ما استمعنا للعزف لحضرتك، احد التربويين كتب على صفحته ان المحروم هو الطفل المحروم هو من يحرم من قصه قبل النوم، وانا عن جد بدي اقول المحروم التلميذ المحروم هو من يحرم حصه الموسيقى في المدرسه في المنهاج التعليمي، لانه عن جد قد ايه رح تترك هذا التاثير. وهلا اكيد رح نحكي معك اكثر حول هذه النقطه استاذه رولا. بعد في تعليقات قبل ما ننتقل لفقرة تانية، موضوع التكلفة بس هون خلينا هيك ما نمرقه يعني هو أهم شيء صراحة، لأنه أكيد يعني في تقريبا إجماع على جمال الموسيقى لأن الله جميل ويحب الجمال وزرع فينا هذه البذرة. كلنا منحب ندخل يمكن أولادنا بنوادي موسيقية أو أنه نسجل أولادنا بمدارس، ولكن لأنه كله بحقه يعني نحن بنعرف عم نحط أولادنا بهذه المدرسة تتضمن حصة موسيقى حصة فنون حصة كله بدنا ندفع نعم. وطبعا أوضاع الناس مختلفة ومتباينة نعم. اليوم ليش هذه الموسيقى اللي هي كتير راقية وكتير مهمة وكتير جميلة من جهة المادية منا طيب. لطيفة ومنا جميلة عم بتكون أنا في جبلك صغلك بجوابين نعم. متناقضين عن بعض. في عنا تعليم بيعطي نتيجة بيوصل الفكرة وبكون ماخد حقه صح، وفي للأسف أنا بسميها دكاكين بسعر رخيص كتير، بس هيدا الخطأ جدا لأنه العالم تعرفه
بفوتوا هالولاد على غرفة بطنطنولن شوي خلصت الحصة فلو تعي بعد سنة حطي هيدا الطفل وهيدا الطفل أعطيني نتيجتك هيدا ما شاء الله أبدع هيدا طنطل ولعب وغن طب نتيجة طب ليه ما بيكون عنا النتيجة يحصلوها اثنيناتهم وبسعر مقبول يعني وين الإشكالية لحتى نكون إذا نحن لأنه عادة هيدي المادة وقت اللي بدك تدرسيها كمان غالية برامجها غالية نحن اليوم ما عم نتكلم فقط عن تعليم موسيقي النوتات صار اليوم في برامج موسيقية متطورة في تطور علم موسيقى حديثة تطور برامج جديدة هيدا كله بده يدرسه الواحد كمان مع التطور فلما كمان حتى الشغل فيها متعة ولكن فيها صعوبة لإيصال الفكرة يمكن الأهل بيقولوا خلينا نعلموا المبادئ الأولية للولد للطالب مش مشكلة يبلشوا بالأشياء البسيطة يمكن بس كمان ما هو لأنه جاي لما بيكون على معهد ليدرس ما هيدا المعهد كمان عنده تكاليفه الخاصة صحيح. بده ياخذها من هالطلاب كمان هلا المعهد تختلف صح؟ تختلف بغير المدارس بالمعهد هو عم يدرس بيور موسيقى عم يدرس هو رايح هدفه يدرس بالمعهد نعم. أما بالمدرسة كمان في أسعار غالية ولكن كل شيء له حقه يعني الموسيقى غالية بتبقى أسعارها غالية نعم أستاذ محمد لاحظنا بالمعزوفات الثلاثة اللي حضرتك عزفتها حضور اللحن الجميل والهادئ واللطيف صحيح طيب هون بزمن الصخب نحن اليوم بزمن كتير في عنا فوضى في الموسيقى وفي الحياة وبكل تفاصيلها صار في صخب حتى لدرجة الإزعاج أحيانا والولد بلش يتعود على نمط الفوضى وعلى نمط الصخب والصوت العالي اليوم قديه كمان أستاذة رولا وحضرتك كمان يمكن درست شق له علاقة بالموسيقى والعلاج عن طريق الموسيقى اليوم قديه بتشوفي كيف ممكن أساسا نقدر نوفق بين مجريات العصر ومواكبتها وتشي النمط السريع كتير وما بين عن جد الحفاظ على موسيقى هادئة لما لها من تأثير يعني اليوم أنا لما بدي هذب أذن الطالب ما معقول إجي علمه موسيقى صخب وحتى هون كمان بين هلالين أستاذ محمد موضوع الحرمة الشرعية يعني في عنا بعض الآلات في عنا بعض المعزوفات أساسا في عنا ضوابط تعارضها أو تقف ضدها طبعا طبعا يعني أنا واحدة من الأشخاص اللي لما جينا عرضنا موضوع النوتات الموسيقية بالعلاج راحت للبحث والدرس والتحقيق وقصص حتى أخذنا موافقة فيها صحيح بس في هون كذا مسار بالموضوع يعني ما فينا نجي نقول نحن كل الناس اللي بدنا ندرسها موسيقى بدنا نراعي معها هيدا المواضيع مش نحن نحن عم نقول لأنه في اتجاهات مختلفة هلأ إذا بنحكي عن بيئتنا إيه بدنا ننتبه لوين هيدا الموسيقى الصاخبة بتأثر على سلوكه العدائي مش بس على الحرمة الشرعية الدين المقبول والمسموح ما هو لا. ما حرم شيء بشكل عام كقاعدة أساسية لأن في طبيعات أوكي. فمن هون بدنا يلتفتوا الأهل بالمبدأ الأول اللي هن مساعدين أو بالأحرى محافظين لعملية تعليم الموسيقى والبدن ينتبهوا الآخرين هن المدرسة قديش هيدا الولد اللي عم بيسمع هاي الموسيقى عم بيدخل الموسيقى الصاخبة على التعليم تبعه قديش عم بيعملها محوره قديش عم بتأثر على سلوكه ونحن دايما بنقول وانتبهوا للأهل بالبيت وللمدرسة وعملوا براهيل مع بعضكم لحتى تشوفوا ابنكم شو عم يتبنى من سلوكيات نحن نفكروا عم يسمع موسيقى ماما بس أنا ما عم بسمعوا جوا شو عم يسمع أي موسيقى صحيح. بدون ينتبهوا الأهل لحتى يعرفوا وين بيوجهوا المسار تبع الولد بشكل صحيح هلأ بنقول إنه هيدا الموسيقى الصاخبة بالعادة هي بالعرف تبعها أنه بتأدي لسلوك عدائي بس أحيانا بمطارح معينة نحتاج إليها لتعمل تحفيز عند الولد وتنشيط لذكرته ليقدر يتعلم بشكل طب مين بيحط الضابطة على هذه بهذا الحالة إذا كنا عم نحكي أنه نحن في موسيقى أساسا هي تعتبر محرمة أو أنه مخالفة للضوابط الشرعية اللي بيحطها الشرع أو يقول فيها بالوقت اللي ممكن بعض المختصين يقولوا أنه لا نحن بحاجة لموسيقى محفزة ما تلك هون الاختلاف هون الاختلاف بيناتنا طيب ما في يعني ما في حدا يوضع معايير في هذا الجانب أن يجتمع الطرفان الجانب الفقهي إذا بدي أقول أو الشرعي مع الجانب الموسيقي ويوفق لنوصل ل شوفي بالنسبة لنقطة توافقية الضابطة أنا هايدي ركزت لها بأول اللقاء وقلت بالفعل صح الأستاذ قديش بيكون حكيم باختيار النوطة صح. المقطوعة تفكير الطفل العمر عدم يخليه أنه يجن جنونه هو عمال يعزف أو يؤدي المقطوعة خليه ينبسط يفرح يلعب صح. يأنشد باللي أنا بدي إياه بلعبته هو بهدفه بهدفي أنا برغبته هو وصل لنتيجة طيب
أنا ما تفضلتي عن أول مقطوعة للأطفال وطني. طيب هيدي من كلماتي وألحاني. حلو كتير. أنا كنت قاعد بين الطلاب قال يا أستاذ بدنا نسوي شيء على الوطن وتغني لنا شيء على الوطن. غنينا بعض الأناشيد الوطنية، ولكن لما رحت على البيت قلت هيدا العمر بده شيء. كتبت سويت جربتها مع بنتي قبل أنا، بنتي عمرها 4 سنين ونص. الله يخلي لك، الله يحفظكم. قعدت غنيها قدامها، هون التجربة الحقيقية بتكون. قديش تفاعلت لما شفتها؟ تفاعلت وانبسطت وصارت تدندن اللحن معي. قلت أنا رح تنجح معي بالصف. حلو. جربت لحن تاني لقيتها ما تفاعلت معي، قلت ما رح يزبط اللحن التاني. الحلقة التانية بالنسبة لنشيد المعلم تربوي، أنا فتت للتربية، وهي هيدي القصيدة للشاعر أحمد شوقي بعتقد، صحيح؟ نعم. أنا لحنتها هيدي طبعا من ألحاني كمان. حلو كتير. في البعض لحنها كمان، ولكن أنا نقيت اللحن السلس الهادئ القريب والذي يتناسب مع المرحلة. أحسنت إنه كمان هو توصل له للقلب بالاحترام، وركزت على كم للمعلم ومش كم الاحترام. طيب وصلت لقلبه بشكل هادئ كلاسيكي جدا رائعة. طيب ما بدنا نقول حتى بالمرحلة التالتة بدي أعلمه موسيقى، ما نقله شيء خبط خبط، قادر خليه يعزف باللي بده، ولكن الهدوء. أنا قديش بعطيه إيصال الفكرة بتخليه محافظ على مسيطر على هدوءه ضمن الضابطة الشرعية. أنا كأستاذ بقدر حددها، صحيح. ما أخرج عن طوري، ما خلي الطلاب يجنوا. إيه؟ لأنك عم بتعلم. إيه؟ بس في... لما بده يروح هو ينقي الموسيقى اللي بكون... إيه؟ ما أنا بكون موجهه، ما في عملية توجيه وإرشاد. وهذا تدخل ضمن أيوة. منهج التعليم، وبيحكي لهم تجارب. نعم حلو. إنه في فلان وفي فلان، فلان وصل للطريق الصحيح، صحيح. فلان وصل للطريق الخطأ. وين بدك توصل؟ ما أنت كمان أستاذ ما بده يكون حامل تفضلته بأول القصة ورقة وقلم وفايت الصب هالمعلوم يظهر، هو أب وبده يكون عارف ينتبهوا الأستاذ حالة الاجتماعية لكل تلميذ ومسجلها عنده. أنا العمل مشترك بين الأهل والمدرسة، ويكون مسجلها عنده هيدي النقطة، إنه حالة فلان يتيم، فلان أهله منفصلين، فلان عنده حالة صحية، فلان عنده كذا، بيلقط هيدي النقطة وبيحاول يبلورها يجمل له هي بطريقة معينة ما تأثر سلبا عليه إيجابا. وهون كمان يعني عن جد أستاذ محمد من بعد هذا الكلام قدي مهم كل أستاذ أن يدخل إلى الصف ويتمتع بهذه الخصائص أي مادة عم بدرسها، كل المواد صحيح، يكون دارس حالة كل تلميذ قدي عن جد من قدي بنعطي نتيجة فعالة ومضاعفة لكل طالب، وقدي حتى كل طالب لما بحس الأستاذ عم يتعاطى معه بنمط يتناسب معه قدي رح يقدر يعطي ويحاول يحصل أكثر فأكثر، فقط لأنه قدي رح تخلق علاقة متينة مع هذا الأستاذ. مؤسف أنه نحن بنفوت على الصف بس متعرف على أسماء تلاميذ. نعم. لازم نعرف عن جد الهوايات المهارات المقاسي من أي خلفية جاي حتى أعرف قديش في كونتاكت بيصير أنا بيني وبينه. نعم. ونحن هذا اللي بنعمله. طب من هون خلينا ندخل أستاذة رولا لموضوع العلاج بالموسيقى، يعني بلشنا نسمع كتير بالأونة الأخيرة عن هذه النقطة. طب مين هن أساساً الحالات التي تتابع عن طريق الموسيقى، ومين اللي تفلح أو تنجح الموسيقى؟ هل في حالات معينة؟ هل في حالات ما بيمشي الحال معه؟ صحيح. نعم. هلأ بموضوع العلاج بالموسيقى في نوتات محددة أكيد. النوتات اللي بنعيشوا فيها، يعني مثلا مرضى الاكتئاب بينفع معه الموسيقى، مرضى القلق بينفع معه الموسيقى، مرضى الخوف بينفع معه الموسيقى، يمكن الوسواس القهري مش كتير بيمشي الحال لأنه هن أساسا ما بيكونوا قادرين يضبطوا أفكارهم لحتى يقدروا يتسمعوا ويهذبوا أذنهم. في موسيقات في نوتات مختلفة بتبلش من الهادئة إلى شوية صخب إلى صاخبة أكثر. ليه؟ لأنه بنحاول نسترجع مع المريض الذكريات المؤلمة اللي وصلته للاكتئاب، اللي عملت القلق عنده، اللي عملت الخوف عنده، فبنمشي معه بمراحل معينة. نسمعه نوتة، شو كل الأفكار بنطلع له إياها، يعني بالأحرى بنبحبش بالوجع بالألم تبعه لحتى يقدر يحكي. بعدين بنسمعه موسيقى أقل حدة من أقل أكثر صخب شوي، بعدين بنروح للموسيقى الصاخبة حتى نحسس انه انا في حياة حلوة بعد قادر تعيشها. بالاكتئاب اكثر تنفع الموسيقى لانه هو بيكون عايش جرح وألم داخلي من جوا ما بيقدر يطلعه الا لما بيشرد بيصفن بيبكي بينطلق الحكي معه. فهون اكثر النوتات الموسيقيه بتروح مع هدول الثلاث حالات اللي ذكرتهم اكثر من الامراض. طب هون على الحاله كمان وغيرها. انه بهذه النقطه ما بيمشي الحال، يمكن كل شخص هو يعتمد موسيقى قد يكون، يعني مثل حبه الدواء خليني اقول انه ما في الواحد ياخذها من دون وصفه حكيم. صحيح. في عدد كبير من الموسيقى مثل ما تفضلت وقالت، في منا ببلش هادئ،
في عدد كبير ولكن بتشوف الحالة أي نوع منهم لح يتقبلها مزبوط. لا يقدر يفرغ اللي داخله كلياته يترجم لأنه ما لح يحكي إلا إذا سمع. بيرجع بالمرحلة الثانية بعد بنفس الجلسة مر أول ربع ساعة لنقول صحيح. ربع ساعة تانية قوينا طبعا صار في حماس حلو. هيدا الحماس كمان في عدد كبير من الموسيقى. نحن بنغير الموسيقى شوي. أنت يمكن بتقوي دوز. لا 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 بنغير الموسيقى كليا. نعم. كليا بنغيرها. إذا كنا عم نشتغل نمط بيانو هادي هونيك بنروح للبراسات والساكسفون نعم. وغيره وغيرها. بالمرحلة الثالثة هي اللي صار خلص بده يحكي كل شيء صار في صخب كتير قوي صحيح. ولكن ما بدنا يكون هيدا الصخب يأثر إنه يعملوا صراع. نعم. أستاذ محمد هل ممكن أنه يلجأ لك المرشد بالمدرسة أو مرشد التربوي أو الأستاذ أو المعلم مادة معينة ويقول لك أنه هذا التلميذ عم نعاني معه يمكن حالة يتم أو ما شبه شو فينا نتابعه عن طريق صحيح. الموسيقى بيصير هذا الشيء بالمدرسة هيدا بيصير وعم بيصير وعم نتابعه وعم نوصل لنتيجة محققة جميل جدا وكتير عمالة طبعا بدها تاخد معنا وقت يعني من أول العام لآخر العام بس بنهاية العام عم بيشوفوه على المسرح حلو عم يشوفوه على المسرح ونحن كنا حابين يمكن نفرغ وقت للحديث عن الاحتفالات التي هي ثمرت كمان بس أنا بدي دول بشغل أنه نحن بنهاية كل عام بنعمل مهرجان موسيقي فني جميل كل الطاقات اللي عنا بتقدم شي راقي جدا تبو مش أنه عم نقدم شي راقي لا بتسمع لموزار لبيتهوفن لتشايكوفسكي كورال مؤلف من 70 شخص هلأ بعد شوي إن شاء الله مفرجيكم فيديو بتشوفوه أوركسترا موسيقية كاملة أكبر شخص عمره 14 سنة حلو كتير. أصغر شخص عمره صف أول ابتدائي 7 سنين أو 8 سنين طب كلهم هيدا إذا بتشوف الروح اللي عم بيعيشوها أوركسترا كاملة جميل. بأداء جميل مميز هيدا نتيجته آخر السنة عم ياخدوها البعض منهم مثل ما تفضلتي قلتي أحدهم بيكون عنده احتياجات خاصة عنده حالة معينة طلع على المسرح ترجم قوته فيها بطل في عنده شيء قدام الجمهور حلو احنا هول اللي بنشتغله ولازم نشغل عليهم نعم. لحتى ننمي مواهب الاخرى عندهم لحتى ما نحسسه لهذا التلميذ اللي عنده عن جد صعوبه تعلميه انت ما عندك شيء بالعكس انت ما قادر تبدع بشيء قادر هنا تبدع بالفعل جميل جدا نحن عاده بنختم حلقتنا بفقره الهرم وطبعا كل هرم مليء بالورود يشكل شخصيه الطفل بدنا نحاول مع هذه الورود أن نختم حلقتنا وحديثنا عن الموسيقى بنقاط معينة مع حضرتك أستاذة رولا وأستاذ محمد كيف ممكن تختموها؟ تنمية مهارات بطلب من الأهل اكتشاف موهبة ابنهم والشغل عليها حلو. حفز الأولاد دايماً على أنهم قادرين يعطوا بكل المراحل ابنك أمانة ما تقله عطول لا حاول تجاوب وشوف شو الهدف اللي بدك توصل معه حلو. شو ما كان هيدا الولد تقبله كيف ما كان وشو ما أعطى حلو كتير ونختم دايما حلقتنا مع رشة الحب لأنه بدون الحب لا ينمو طفل ولا يكبر أشكركم جزيل الشكر أستاذة رولا عز الدين وأيضا أستاذ محمد ترمس على هذا اللقاء الطيب وأيضا كل الشكر لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.